الجلوتيال سيرفيس اوف اليوم. في كام خط على الجلوتيال سيرفيس؟ ثلاثة اسمهم الجلوتيال لاين. اللي ورا الصغير ده بوستيريور جلوتيال لاين، واللي في النص ميدل جلوتيال لاين، واللي تحت ساعات نسميه انتيريور او انفيريور. بلاش انتيريور لان في ناس بتقول ده بوستيريور وده انتيريور وده انفيريور، يعني هم بيعتبروا الخطين اللي واقفين انتيريور وبوستيريور، واللي نايم انفيريور. احنا ساعات نقول بوستيريور ميدل انفيريور، يعني دايما سمي ده انفيريور. على كل حال لو هتعتبر بوستيريور وانتيريور وانفيريور ماشي، بوستيريور وميدل وانفيريور ماشي. خلاص التلات خطوط يبدا رسمها منين؟ التلات خطوط يبدا رسمهم من نص الحرف الفوقاني في الجريتر ساتيك نوتش. واضح؟ هم كلهم هينشأوا في نقطه واحده هنا، منتصف الحرف الفوقاني للجريتر ساتيك نوتش، وكل واحد بعد كده بينتهي نهايه. الخلفي بينتهي عند التقاء التلتين بالتلت. شايف؟ لازم تقف بالخط هنا عند التقاء التلتين بالتلت، يعني هيخلص عند تغيير الاتجاه. الثاني بيخلص على التيوبركل اللي مسكت فيه الاليوتيبيال تراكت، التيوبركل بتاع الالياك كريست. الثالث بينتهي عند الانتيريور انفيريور الياك سباين. يبقى الثلاث خطوط دول اسمهم ايه؟ جلوتيال لاين، بوستيريور جلوتيال لاين، انتيريور جلوتيال لاين، انفيريور جلوتيال لاين. الصغير اللي ورا بوستيريور، واللي في النص ميدل، واللي تحت انفيريور. كلهم بيبدا رسمهم منين؟ من نص الحرف الفوقاني في الجريتر سياتيك نوتش. الوراني فيهم هينتهي فين؟ التقاء تلتين بتلت في الاليا كريست، والوسطاني تيوبركل في الاليا كريست، والاخير انتيريور انفيريور الياك سباين. الثلاث خطوط دي بيطلع منها ايه؟ ولا حاجه. الثلاث خطوط دي من بينها بتطلع عضلات، جلوتياس العظمى جلوتياس ماكسيمس من ورا الخط الوراني، جلوتياس الوسطى بين الخطين الاول والثاني، ومينيمس بين الخطين الثاني والثالث. هتعرفوا بعدين ان شاء الله في منطقه المقعده فيها 10 عضلات، ثلاثة كبار وسبعة صغيرين. الثلاثة الكبار هم اللي نايمين هنا، وهم بينهم وبين بعض فيهم واحدة كبيرة وواحدة وسط وواحدة صغيرة. جلوتياس ماكسيمس ورا الخط الوراني، وميدياس في النص، ومينيمس في الآخر. طبعا الناس هتستغرب إن ماكسيمس واخدة مساحة صغيرة ومينيمس واخدة المساحة الكبيرة. هم مش متسامين على العظم، هم متسامين على الجثة. يعني لما تطلع واحدة من هنا على ما تروح لعظمة الفخذ هتمشي مسافة طويلة، اللي هي واخدة دوران المقعدة دي. اللي بعدها هتبقى أقصر في المسافة، اللي بعدها أقصر في المسافة. يعني هم واخدين مساحات مختلفة على العظم عكس أساميهم ما بتقول. أساميهم مبنية على شكلهم في الجثة مش على شكلهم في العظم. واضح يا أولاد؟ يبقى العظمة اللي خلصت دي اسمها إيه؟ إليام. ولها انر سيرفيس واوتر، وعلى الاوتر سيرفيس لها ثلاث خطوط، بوستيريور ميدل انفيريور جلوتيال لاينز، والحرف الفوقاني اسمه الياك كريست. بيوصل انتيريور سوبيريور الياك سباين ببوستيريور سوبيريور الياك سباين، وتحت الالياك فصه في سطح يشبه الودن، اوريكولار سيرفيس بتاع اقوى مفاصل الجسم، ساكرو الياك جوين اقوى مفصل في الجسم. حد عنده مشكله في ديت الاول؟ ندخل الثانيه. بيوبس يعني عظمه العانه، بيوبس. عظمه البيوبس تتكون من ثلاث اجزاء، جسم مربع او مستطيل وطالع له دراع من فوق ودراع من تحت. اخر العظمه اهي يا شباب، دي حدودها. قبل سن 7 سنين ده بيبقى لوحده، وده لوحده، شايفين المنظر ده؟ شايف حرف الواي الابيض اللي رسمته جوه ده؟ حرف الواي اللي جوه ده بيقسم العظمه ثلاث عظمات، شايف؟ اللي فوق إليام، واللي تحت اسكيام، وديت بيوبس. دي بتلحم في دي عند سن 7 سنين والخط الابيض ده يختفي، ودي مع دي مع دي في سن 14 سنه وحرف الواي يختفي.
والقشره اللي فوق دي في سن 21 سنه، يعني ماشيين على 7 في 1 7 في 2 7 في 3. عند 7 سنين اسكيام وبيوبس يلحموا في بعض. عند 14 اسكيام وبيوبس وإليام يلحموا في بعض. عند 21 الإليا كريستي يلزق في عظمه الإليا. ماشي؟ ويسموا الغضروف اللي جوه ده تراي راديت كارب. التلات عظمات ديت وديت وديت بيتقابلوا هنا في سن 14. دي بتبقى مفصوله لوحدها ودي مفصوله لوحدها ودي مفصوله لوحدها لحد سن 14 سنه. كارتلج. العظمه ديت ساعه الولاده كلها كارتلج. انتوا نسيتوا العظم بيتكلم بطريقتين، فاكرين؟ انترا كارتلاجينس وانترا ممبرينس. ولو فاكرين الممبرينس هما اتنين بس، سقف الجمجمه والكلافيكا، ما عدا حتى الميديا الاند بتاعت الكلافيكا، ماشي؟ بس يعني العظمتين اللي بيتخلقوا في اغشية سقف الجمجمه والترقوه بس، بقيت جسمك كله غضاريف. يعني دي ساعه الولاده كانت غضروف، وظهر مركز اوسيفيكيشن هنا ومركز اوسيفيكيشن هنا ومركز اوسيفيكيشن هنا، وكل مركز يكبر شويه ويكبر شويه ويكبر شويه لحد ما يتبقى لك عند سن 14 بقايا الغضروف على شكل واي. في اخر 14 الى 15 بيقفل ده كمان. فاهمين؟ يعني هي في الاصل كلها كارتلج. عشان كده حرف الواي ده كل ما تكون صغير يبقى تخين. كل ما تكبر وتقرب من 14 يرق لحد ما يختفي. فهمتوا الاصل ايه؟ نرجع لدي بقى. بيوبس كام جزء؟ بادي اوف بيوبس، جسم بيوبس. وسوبيريور وانفيريور ارم، ارم يعني ايه؟ ريمس. هيقولوا سوبيريور بيوبيك ريمس وانفيريور بيوبيك ريمس. يبقى عظمه البيوبس كام جزء؟ المستطيل اللي هتشوفه قدام بادي اوف بيوبس. الدراع الفوقاني سوبيريور بيوبيك ريمس والدراع التحتاني انفيريور بيوبيك ريمس. نمسك الحرف الفوقاني، خليكوا هنا، خليك هنا. بصوا يا شباب، لما البادي يقابل السوبيريور بيبك ريمس في نقطة بالتباشير اهي، صح؟ دي نتوء صغير تيوبركل. تيوبركل ايه رأيك؟ تيوبركل على بيوبس يبقى اسمه ايه؟ بيوبك تيوبركل. ده تلاقيه فين؟ بين البادي والسوبيريور ريمس. بين البادي والسوبيريور ريمس بيوبك تيوبركل. هيبقى في عضلة مهمة طالعة من تحته بعدين اسمها الدكتور لونجس، سيبك منها دلوقتي. واضح؟ اعرف بس انه بين البادي والسوبيريور بيوبيك ريمس في نتوء صغير اسمه بيوبيك تيوبر كل، تحت منه عضله الدكتور لونجس، وماسك فيه الرباط اللي بيفصل البطن عن الفخذ. هيبقى مهم خالص بعدين، انت تلاقي بين بطنك وفخذك في حاجه نازله شده الجلد لجوه. يعني البطن بتخلص كده والفخذ يعلى تاني وبينهم خط. الخط ده وراه رباط ماسك هنا من هنا لهنا. منطقة، خليك هنا ولا بس، منطقة التقاء البطن بالفخذ اسمها انجواينا، ويتنسب لها انجواينال. فالرباط اللي هيبقى ماسك من هنا لهنا انجواينال ليجامنت. يعني ضيف بقى لحساباتك ان الانتيريور سوبيريور ايليك سباين اللي كان ماسك فيها السارتوريوس هيمسك فيها الرباط اللي بيفصل البطن عن الفخذ انجواينال ليجامنت اللي اخره هنا في البيوبيك تيوبركل. تاني بقى، عظمه بيوبس كام جزء؟ المستطيل ده بادي اوف بيوبس، والدراع الفوقاني انفيريور بيوبيك ريمس، والدراع التحتاني انفيريور بيوبيك ريمس. وبين البادي والسوبيريور ريمس في نتوء بيوبيك تيوبركل، ماسك فيه الرباط اللي بيفصل البطن عن الفخذ انجواينال ليجامنت. السنه اللي جايه هتعرف انه عند الرجاله بيميز الراجل عن الست لما يكون كبير يبقى راجل، لانه العضله اللي بترفع الخصيه في البرد او مع الخوف ماسكه هنا كريماستريك مصر. دي عند الرجاله بس. فهيبقى من الحاجات اللي تميز دي راجل ولا ست بيوبك تيوبركل. كل ما يكون ضعيف خالص زي كده يبقى في ميل، كل ما يبقى واضح ومرتفع عن السطح يبقى ميل. ماشي؟ مش عايزين اكتر من كده دلوقتي. العظمه الاخيره اس كيام اللي هي اقوى جزء في الثلاث عظمات بتاع البادي ويت ديورينج سيتنج وانت قاعد.
هو نفسه مكون من ثلاث أجزاء، جسم بادي في شوكة اهو، وبعد كده تيوبيروستي خشونة كبيرة اسمها إسكيال تيوبيروستي، ودراع إسكيال ريمس، يعني الجزء ده على بعضه اسمه ها من أول هنا كده لحد هنا اسم ده إسكيام، يتكون من كام جزء الإسكيام؟ جسم فيه شوكة، وتيوبيروستي خشن ودراع ريمس، هتسموا الدراع ده ايه؟ اسكيال ريمس، اللي هو بيقابل انهي ريمس؟ انفيريور بيوبيك ريمس، ويقفلوا مع بعض عند سن 7 سنين. طب لو قفلوا يبقى اسمه ايه دلوقتي كده؟ ملتحم يعني كونجوينت، كونجوينت اسكيو بيوبيك ريمس، كونجوينت اسكيو بيوبيك ريمس. اعرف لي بقى اسم الخشونة دي ايه؟ اسكيال تيوبيروزيتي، اقوى جزء في العظمة كلها، وقلنا لكم من شوية البادي عليه شوكة وسميته الشوكة ايه؟ اسكيال سباين، تفصل نطش فوق عن نطش تحت، جريتر سياتيك نطش عن ليسر سياتيك نطش. في مشاكل في دي يا شباب؟ عشان تعرف هي يمين ولا شمال بتعمل ايه؟ حدد قدام ورا جوه بره فوق تحت، فوق وتحت بالإليا كريست، طبعا عمرها ما بتبقى كده، لازم يكون الإليا كريست فوق. طب تمشي يمين وتمشي شمال. الحاجة الثانية عظمة العانة بيوبس قدام ولا ورا؟ لازم تكون قدام، لحد كده تمشي يمين وشمال. فاضل حاجة واحدة، المكان اللي هتدخله عظمة الفيمر لازم يكون لاترال، يعني واضح ان اللي في ايدي دي هتبقى رايت هيب بون، رايت هيب بون. في طريقه برضو بسيطه كده، خلي عظمه البيوبس على قدام ودخل صباعك الكبير في الجريتر سياتيك نوتش، لو الاربعه التانيين غطوا الاسيتابيلم، المكان اللي بتدخله الفيمر اسمه اسيتابيلم، لو عرفت تغطيه تبقى ممسوكه في الجهه الصح. لو صباعك الكبير والاربعه ما عرفوش يخفوه بالكامل وبيدخلوا جواه تبقى ممسوكه في الجهه الغلط. واضح؟ بس هي مش محتاجه، انت خلي بس الاليا كريست فوق والاسيتابولا من بره والبيوبس قدام، بس تيجي رايت او ليفت. حد عنده مشكله في ديت؟ فيها كلام تاني هيتقال مع العضلات. التانيه بقى اطول عظمه في الجسم، فيمر. كلمه فيمر يعني منسوب للفخذ برضه. الفخذ ثاي، تي اتش اي جي اتش، هاي وحط في اولها تي، ثاي ده بالانجليزي، باللاتيني وبالجريك ليهم لفظتين، لاتا فيمر. اما نعلق على الفاشيه بتاعتها بنستخدم لفظه لاتا، فاشيه لاتا، ولما نعلق على العظمه والشرايين والاعصاب نقول فيمر، فيمورال، فيمورو. عظمه فيمر اطول عظمه في الجسم، تتكون من كام جزء؟ باعتبارها لونج بون يبقى لها ابر اند ولور اند وشافت زي اي لونج بون. نتكلم على الابر اند، راس هيد ورقبه نيك، زي عظمه هيوميرس لها هيد ولها نيك. الهيد بتاعتها في قرب السنتر فيها حفره، شايفين ديت؟ جماعه اللي هنا شايفين الحفره دي؟ يقولوا عليها